السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا على قناة لنتعلم معا. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا درس جديد، ألا هو الساعة، يعني الوقت في اللغة الإسبانية. كيفاش غادي تسول على الوقت في اللغة الإسبانية؟ لذلك إن شاء الله بقوا معنا باش تستافدوا أكثر. وقبل ما نبدأ إن شاء الله الفيديو، ما تنساوش جيم الفيديو باش تدعمونا أكثر. كذلك اللي كيشوف الفيديو لأول مرة، تنساش اشتراك الفيديو وتفعيل اشتراك القناة وتفعيل الجرس ومشاركته مع الأصدقاء لتعم الفائدة. هيا على بركة الله ننطلق إلى بداية الفيديو. الساعة هي لا أورا الإسبانية. أنا بغيت نسولك شي حد وتسول شي حد كيف شحال الساعة، كم الساعة، كنقولو كي أورا إس. اليوم إن شاء الله غادي ندرسو كاع هاد الحوايج. هيا هذا كان كصورة توضيحية على الساعة، قمت بهذه الصورة هذه، يعني نجزت هذا الآخر هنايا، هذا الرسم للساعة. وكذلك هنا في الوسط دار السوايع هادو اللي بالزرق هنا كيعبروا على الساعة، يعني الساعات، عدد الساعات. هنا هادو اللي في الطرف هنايا اللي في الجانب ديال الصورة انهم باللون الأحمر، هادو كيعبروا على الدقائق. هنايا هذا السؤال ديال الساعة، كيفاش كتسول كي اورا اس، يعني كم الساعة، كي اورا اس. هنايا ام دي لا مانيانا يعني ديال الصباح، كاين بي ام ديال لا تارد ديال العشية، بي ام دي لا نوتشي ديال الليل كما قلنا. الوغ هنايا كانت ناس سولاس دوسي، كانت الوحدة كنقولو اسلا اونا، كانت جوج كنقولو سولاس دوس، كانت ثلاثة سولاس تريس، كانت الربعة سولاس كواترو. اذا تبعوا الفأرة هنايا وغادي تستافدوا. خمسة سولاس سينكو، ستة سولاس سيس، سبعة سولاس سيتي، ثمانية سولاس اوتشو، تسعة سولاس نويبي، العشرة سولاس دياس، الحداش سولاس اونسي. هادو كيما قلنا اللي بالزرق هنايا هادو كيعبروا على السوايع، لاس اوراس هما بالزرق، لاس اوراس هنا بالحمر، لاس مينوتوس عفوا. هنا هادي اون بونتو كتعني بيلا، كيما كيسول شي شعار الوحدة كتقول الوحدة بيلا، هي اون بونتو. هادي اي سينكو يعني وخمسة دقائق، اي دي اس وعشرة دقائق، اي كوارتو كنقولو كيما نقولو وربع، اي بنتي وعشرين دقيقة، اي بنتي سينكو وخمسة وعشرين دقيقة، اي ميديا هي اونس، مينوس بنتي سينكو هي كيما نقولو قل خمسة وعشرين، مينوس بنتي قل عشرين، مينوس كوارتو قل ربع، مينوس دي اس قل عشرة، مينوس سينكو قل خمسة. ذلك غادي يمشي. ومثلا سولك شي حد كان الساعة 12 و5، اش غادي تقول لي؟ سولاس دوسي، اي تبعوا الفأرة هنا باش كتستافد، سولاس دوسي اي سينكو. ها هي هذا كما قلنا اللي على الجانب ديال هذا الرسم اللي بالاحمر، هذوك عدد الدقائق، هذو اللي لداخل الساعات. مثلا كان 12 و5 غادي تقول له سولاس دوسي اي سينكو، كان 12 و10 سولاس دوسي اي دياس، 12 و4 سولاس دوسي اي كوارتو، و20 دقيقة سولاس دوسي اي بنتي، و25 سولاس دوسي اي بنتي سينكو، اونس سولاس دوسي اي ميديا. مثلا نقولوا ال11، ال11 قل 20 مثلا، غادي تقول له سولاس اونسي مينوس بنتي، سولاس اونسي مينوس بنتي، كانت ال11 قل 10 سولاس اونسي مينوس دياس، سولاس اونسي مينوس دياس. كانت مثلا 12 بيلا سولاس دوسي اون بونتو، سولاس دوسي اون بونتو. مثلا كانت 9 تقول له سولاس نويبي، كانت 9 كما نقول 9 وربع، سولاس نويبي ها هي سولاس نويبي وربع، يا اكوارتو وربع هنا كنسميوها اكوارتو، ولا كانت قل ربع كنقولوا مينوس كوارتو، يعني وربع كوارتو، كوارتو هي الربع، مينوس كوارتو هي قل ربع. لذلك هذا كان كمثال توضيح. هذا نعطيو امثله اخرى ان شاء الله بس تكون الافاده اكثر. هنايا 12 و45 يعني الوحده قل ربع، اش غنقولوا للساعه؟ اس لا اونا مينوس كوارتو، الوحده قل ربع، اس لا اونا مينوس كوارتو، انها الواحده قل ربع. في مثال اخر هنايا الوحده 50 يعني الاخر ديالنا هنايا 2 قل 10، سولاس دوس مينوس دياس، سولاس دوس مينوس دياس، يعني راها جوج قل عشرة، سولاس دوس مينوس دياس. شوف مثال هنايا الواحدة، الواحدة بالتمام كتقول لها اس لا اونا. اما تقول الى سولك شي حد قال لك كي وراء سينيور، غادي تقول جاوبه. مثلا كانت الواحدة تقول له، اما تقول له اس لا اونا ولا تقول له اس لا اونا اون بونتو.
نفس الجواب. هنايا الوحدة وربع، سبعة وربع عفوا، اش غتقول لي؟ سولا سيتي اي كوارتو، سبعة وربع هادي، هادوك أمثلة. سولا سيتي اي كوارتو، سولا سيتي اي كوارتو. مثلا كانت العشرة وخمسة وثلاثين، تقول له سولاس اونسي مينوس بنتي سينكو، سولاس اونسي مينوس بنتي سينكو، يعني الحداش في الخمسة وعشرين، سولاس اونسي مينوس بنتي سينكو. كانت ثلاثة وربع، الساعة كانت تشير ثلاثة وربع، جا سولك شي حد قال لك كي ورا السينيور، قول له سولاس تريس اي كوارتو، سولاس تريس اي كوارتو، يعني ثلاثة وربع. أنا هنا الفيديو اللي كيتعلق اليوم إن شاء الله بالسؤال على الوقت والساعة في اللغة الإسبانية، نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا أكثر، نتمنى يكون الفيديو نال الإعجاب ديالكم، ما تنساوش تدعمونا بجيم الفيديو باش يبان أكثر إن شاء الله، ونزيدو نعطيو الكثير إن شاء الله. كذلك الناس اللي كيشوفوا الفيديو لأول مرة، تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وكذلك مشاركته مع الأصدقاء لتعم الفائدة. وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.